مرحبا تحياتي، اهلا وسهلا. بالنسبة للبنجر، البنجر اللي هو كنا عليه الصبح في خصائص معدن حديد ومن المقويات ومن المنظفات، يعني هو ديتوكس للكولون وديتوكس للكبد. هلا بدنا نفرجيكم طريقتين سهلات لعمل البنجر هذا، اللي بيحكي اول شيء على البارد وبعدين على الساخن، وهنحكي الفرق بين البارد وشو فوائد الساخن. نبلش في الساخن. الساخن بنبقى مجهزين طنجرة زي هيك فيها، وبنحط فيها خليط من البنجر مفروم، البصل، راس بصل، راس ثومي كمان، وبنحطه بالشكل الكامل هذا، راس ثومي، بصل، اثنين شمندر، وكمان بنحط فيه، حطينا ثلاث شرحات زنجبيل وثلاثة فليفلة حارة، وبالنهاية لما يغلى خمس دقائق بس، بتركه على النار يغلى خمس دقائق، بعدها بضيف له الكزبرة والبقدونس والشومر والليمون معمول كشرحات. الليمون هاي بضيفها على الشوربة وهي فريش، وبحركها شوي فقط، يعني اللي الروائح والنكهات تكون موجودة أنا. وبعدين بحطها، بنصب لنا كاسة، لازم ينشرب بالكاسة، وهلا بحكي لكم شو فوائده وليش بنسويه بالشكل هذا ولايش بيفيد. طبعا هاي احنا على الساخن اللي هي الشوربة هذه مع الثوم. هان هلا العناصر الغذائية اللي موجودة مثلا في البصل والثوم والبنجر والزنجبيل، طبعا افضل شيء لاكلها اللي هي الباردي لما نعملها على الميكسر باردي. هلا السخونة كمان بتفقد من صفاتها الغذائية هاي المواد، يعني ما بتظل زي ما انه فريش، فقط انه بيكون في عنا خاصية الحرارة هذه، خاصية الحرارة اللي موجودة، لازم نشرب ثلاث كاسات ورا بعض من هالمسحوق هاد، حطينا كمان عليه معلقة صغيرة ملح الهيمالايا، ففي هاي الحالة حرارته وحرارته الداخلية ومع الفلفل ومع البقدونس ومع الثومي ومع البنجر والليمون لما حطيناه عليه والكزبرة، هذا كله بيعمل تفاعلات، يعني بعطي جلي كامل للجهاز الهضمي، اول شيء للمعدة، بزيد احماض المعدة بشكل كبير، وهذا بيساعد المعدة انه تكسر هالمعادن وتكسر هالبروتينات، وبعدين بنزل على الكولون بشكل نظيف، وبيعمل عملية جلي وتوسيع للشرايين للأوعية الدموية اول شيء، ولا الغشاء تاع الكولون، لانه هنا كله مواد موسعة ملينة منشطة، كلها حديد، كلها فيتامينات، كلها ضد الأكسدة، كلها فايبر كويس للبيول كويس في الجسم، أو بتقتل البيول السيء أو البكتيريا السيئة اللي موجودة في الكولون. من هون ينصح فيها أفضل شيء تتاخد قبل الأكل، افضل شيء تتاخذ قبل الاكل على شكل ثلاث كاسات مع بعض، بس اللي مش متعود ياخذ له نص كاسه ويشوف كيف فعاليتها. يعني الفلفل مش شاعر فيه كتير، بس كويس كتير، وديتوكس كامل للكولون ولا الكبد. الطريقه الثانيه طبعا اللي ممكن تستخدموها اللي هي فقط وضع البنجر الحب، تقطيعه ووضعه في الخلاط، وضع حبة بنجر، وضع حبة نص حبة ليمون، وضع شريحتين ثلاثة من الزنجبيل، شو كمان وضعنا الزنجبيل والمياه فقط لا غير، وحطيت كان في عندي شوية سيلر او ما بعرف شو اسمه، حطينا مع المخلوط. هلا هاي بارد،
حتى هذا البارد. طبعا الفيتامينات، بنحكي عن الفيتامينات والمواد المعدنية والأكسجين والحديد، كله بيظله موجود بصحته بفاعليته الكاملة إذا عمل على البارد بالشكل هذا. يعني خضيته شوي 5 دقائق في هالحالة بنشربه. مين ممكن يشرب هذا البارد ويجيب نتيجة أحسن؟ طبعا اللي بتحركوا أكثر، الرياضيين اللي بدهم طاقة، الناس اللي بدهم حركة، الناس اللي بتحركوا، الناس اللي في لهم فيهم حركة ممكن ياخذوا 3 كاسات 4 كاسات 5 كاسات في اليوم، ويفضل من هذا أفضل. هذا أفضل للعضلات، أفضل لامتصاص المواد الغذائية بالطريقة هذه، وبناخد فعاليته كاملة. بس هذا أفضل للناس اللي بتحركوش كتير، الناس اللي بدهم شي حرارة، اللي يدخل المواد هذه أسرع على الكولون، وناخدها بشكل متوسط. يعني نبلش بكاسة ونشوف كيف الأمور، إذا شفنا كل شيء تمام بنزيدها كاستين. للناس اللي قاعدين وفيش حركة كتير، وهذا للناس الرياضيين اللي فيش خوف عليهم انهم يطلعوا هالطاقة هذه، لانه عدم تخريج الطاقة هذه من الجسم اللي هي املاح ومعادن بصير فيها ترسبات في الاوعية الدموية، وبصير ترسبات في الاماكن وتسكيرات، وبسبب ترسبات في الدم مش في العضلات وتعطينا الطاقة. طبعا اذا احنا بنحكي عن البنجر، وافضل شيء كمان بنعمل سلطات، يعني هذا اللي بيجربه طبعا مش طعمه ما هو زي الخضروات. خضروات يعني ممكن ناخده فريش، له طعم لذيذ، ممكن نحطه كسلطات مع اي سلطة، مع البصل مع البقدونس مع اللات، يعني حتى مذاقه حلو، حلو كتير. ممكن نعمل كحلويات، كحلويات كيف بدكم تعملوا، بدكم تقطعوا بالطريقة هذه قطع صغيرة، تغلوه شوي 5 دقائق، وتضيفوا عليه فقط شوية ليمون مع معلقتين عسل كحلويات، وشوفوا كديش الحلاوة اللي فيه وكديش الفوائد فيه كحلويات. هذا هو البنجر اللي استخدموه كديتوكس للكولون وللجهاز الهضمي وللكبد تاعكم. طبعا هو حينظف لكم كل جسمكم، حيمنعكم من التسربات ومن الجلطات ومن من الشغلات الأمراض اللي بتصير في الدورة الدموية وفي القلب، من تصلبات شرايين. هاي في المواد كلها هي مواد موصلة للأعصاب، مواد منشطة، مواد قوية كويسة لتحسين الدورة الدموية في منطقة القضيب والمنطقة السفلية من الجسم، يعني كويسة كتير للبروستاتا. شكرا لكم، تحياتي دكتور محمود السوس، نراكم من جديد.